حويل السوق اليوم؟ شنو هو الاسواق نتاع الخضره؟ صلي على النبي، كل شيء موجود، حليب الغوله موجود، فلوس مش موجود. ها هذا برج القرع باش نطيبوا فيهم كسكسي، كل شيء من الدار. قداش خذيتو هذاك؟ هذا ب 500 فرنك. بركة سيدي الراويان الشيخ، بركة الشيخ هذايا، الشيخ الغنوشي وين وصلنا. أما الكسكسي يستحق برشا خضر مش قرع برك. ما هو ناخذه كل مرة تعرف ونتيحنا شوية فلوس هكا ونمشي وناخذه به. يعني الكسكسي لازم تلمو له كل يوم شوية خضرة شوية. مش حاسرة كان واحد باش دبارة تخرج فهمتني يمشي ديريكت فهمتني الحلفة وين السوق شعبي باش يردنا زوابلة هكا هاو يقضي منا ومنا شوية شوية. ويرجل الدبارة نتاعو بقدرة ربي توا ولا باش يطيب كسكسي نهار الأحد يبدا من نهار الاثنين يطيح شوية فلوس ياسر يطير فلفل وكر طير فلفل يطيب به الدبارة هذا يبدا يقطع سد عاد يحط أربعة قرون يحط زوز قرون فلفل يز صلى ربي جريعة على الصلاح. توا فيم كسكسي خليني نقول كما نعرف أنا كسكسي بالعلوش قداش يتكلف؟ كسكسي بالعلوش حط له مع مرة حرة 50 دينار. يقول حرة معناتها شوية شوية هكا يبدا عنده حاجات من الدار وتنقص شوية كما يكون 50000. يعني المرأة الحرة باش تنقص شوية منها وشوية منها 50000. 50000 ها مال أنت العلوش هاتو يوصل 30. ما غير الحم بالدجاج نقول. 20. واللي يخدم ما يصورش 20 في النهار، هاي المصيبة تاعو مشكلتي مشكلتك ومشكلة خونا مشكلة الشعب. نهارك بعشرين عشرين ما تعملكش شيء انت وانا والمواطن البسيط اللي يخلص هذايا عشرين ما عادش تعمل شيء فيما بالك انسان اجور توا في الحاليات هذيا البطالة كثرت والناس ما عادش عندها دور الفلوس هما لابس عليهم هرب اللي عنده الفلوس هرب من البلاد ايش باب ولا يحرق ويحب الموت شو عمل منيش هذي الكل من السياسات المتضاربة من السياسات الاقتصادية هاك تشوف كيفاش وحلينا معناتها في المالية متاع تونس كيفاش التضخم خاطر عليه اللي يجي يخدم مصلحته والناس اللي جاوا بعد 2011 كلها مبعوثة من مجموعتنا الأخرين من بلاد العم سامر كلهم فهمتني يبعثوهم لنا باسم الدين وباسم الفقر وباسم الحرية الله يهديك. وين وصلت توا وانت قاعد تلم للكوسكسي وين وصلت؟ راني توا قرع ومش نشوف الفلفل وانا خايف بصراحة. لا نشوفش تاني بصراحة انا توا ريت واحد فلفل قدكم وانا عارفش خايف لا نسهل. قول لك شنو التصرفية؟ هو يعلم بي ربي قداش وزيد المواطن يعلم بي ربي. 5 دينار فلفل. ربي يسرك باش نمشي نتلبد وحدة وحدة. ايش خذيت؟ 6 دينار هذوما. هذوما 6 دينار، واحد حلو واحد مسكي، 3000 هذوما. 4 قرون فلفل حلو و 5 قرون فلفل حلو وكيفهم حال؟ 6000 معناها 6 دينار، ومازلنا معناها يا ربي العمل عليك 20 دينار اللي مش نقضي بهم هاو اشترهم شيء معناها من عادي. ما عادش كيفاش باش نكملوا الحكاية معناها طماطم 3 دينار معناها كيلو نص 4 دينار وكان نحسبهم لك معناها ما يجيبوش اشتر اسم الله عليك ما يجيبوش اشتر الواحد اشتر القليات اللي بيسموها معناها نتاع نهارين ولا شيء ما عادش نعم توا اللي يهبط باش يعبي قفته كيما قبل بالكيلو بطاطا زوز كيلو طماطم على زوز كيلو فلفل شوية خضرة قداش يهبط معاه باش يعبي هكا القفة نتاعو؟ يهبط معاه باش يعبي قفته من جميع ومن تل وكل بطاطا وكل واحد 50 دينار. أنا 50 دينار نتاع الخضرة نعم ماناش نحسبوا الغلة راهو باش تمشي تاخذ الغلة العنب ب 8000 والتفاح ب 7000 و معناها 100 دينار كل حد 100 دينار معناها 400 دينار باش يخلص واحد. خاصة واحد روسيتي كيفي انا. فاش ما كيفاش باش نعمل لها الحكاية هذي؟ ونخلصوا الماء ونخلصوا الضوء، معناها الضوء هذا يقمر معناها ما عادش فيه قانون الضوء. أكل الكريديات وكل مفرط عند الناس وكا معناها ما يقوموش بواجبهم وما يخدموش خدمتهم.
يجي لك الموت يمور مريقلة وانا فا الصوم اللي في الفاكتير مهما كان راو حتى لو انت مرسالك 60 دينار ولا 80 دينار يجيبوا لك 300 400 لا سبيل الي باش ينقصوا لك. وينو الزوالي اليوم وشنو هو مصيره؟ الزوالي شنو مصيره؟ الزوالي انا نتصور معناها راي خاص مع نحترم الناس كلهم انا كبير. الزوالي مصيره اذا كان ربي ما يفرجش حالنا الزوالي مصيره ماشي ينقرض. ما فهمش معناها ينقرض معناها باش يموت. الزوالي باش يموت. سي يبدا بشوي 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 تنقص عليه معناها التغذية وتنقص عليه الحاجات وتنقص عليها اللي يموت. كالعادة الناس ما تعرفش علاش الأسوي مغليت، علاش الفلفل وصل الخمسة آلاف وأكثر، علاش الطماطم غالية، البطاطا والخضرة بصفة عامة غالية. خليك أنت تقولنا شنو الأسباب. هو راهو الأسباب العام كامل من الأول ومن اللي دخل هو العام السنة مش باهي خلاص من جميعه، يعني تخلينا لطف بالأمراض، تخلينا نحن من الأول العام ما تليناش بها الخضرة هذية والوقت شدينا كان وزارة واحدة في تونس هي وزارة يعني الصحة الوزراء كلها رئيس الحكومة كل شاد في وزارة واحدة شادين تاع الصحة نداو في العباد يعني ما تليناش بالخضرة شو مش يصير فيه آخر العام أمورنا تعبت ما تليناش باش نعملوا لها الفسفات نتاعها باش نعملوا لها الليمونيتر نتاعها باش الخضرة تطلع خيرة تربي وزيدك عليه العام جا ناقص ما ثماش مطر وبالطبيعة باش خاطر ثم راه فصول هو توا هذا الفصل هذا يوفى هذا ويجي جديد تو تو هذا فلفل معناه هذا نتاع السيف مش يوفى نتاع السيف هذا باش يجي نتاع الشتاء هاك الفلفل الطويل هذاك نتاع الباكورات سوموخر هذاك تو هذا يلزم ثم نعذروا الفلاح والمواطن زاد راهو مسكين في حاله راهو معذور تو بالله كيلو طماطم ب 3000 فرنك يا رسول الله ولا كيلو بطاطا ب 1500 وب 1600 راهو معذور عنده الحق والفلوس ما ثمنيش وظروف راهي محدوده راهي لا ثم فلوس ولا ثم خدمه ولا ثم احنا بيدنا والله جيب طرف سنه تقعد بالجمع نبيع فيه اللي تحشك تفسد انت ايش تعرف علاش هذا كله؟ الخطر البلاد واقفة، الفلوس ما ثمياش، الظروف في العباد الكل بصفة عامة، البلاد كاملة راهو، كما تشوف المواطن كما تشوف الدولة يعني، الدولة ما عندهاش فلوس، باش تدور الدولاب ما عندهاش، باش تخدم العباد ما عندهاش، والناس تشتر العباد بطالة، يا الحمد لله في قلب بعض والله رانا عايشين خير من غيرنا، راهو المرض هذا زاد كمل على مرمتنا، نحن توانسة راهو نحن مركة هام هامة تونس رانا مكالة ناكل ونصنف ونعم لكن في الوقت اللي ما عندكش فلوس باش تصنف بالريحة جاء المرض بصفة عامة على بلاد الكل على العالم كامل نحن نستحمدوا ربي على غيرنا الحمد لله في قلب بعضه شوي شوي ونعاونوا بعضنا بحول الله والله رانو ما راهو اللي يعطي اللي عنده يعطي لخيه وراهو ما يسالش راهو لكن انت عندك 10000 وانا ما عنديش تعطيني حتى 2000 ناكل بهم خبز وفي قلب بعض ما يدوم شيء راهو تو كان نحر الى المرض هذا ويرجع الشيء للمر ولا باس وهو ما يدوم شيء راهو توفى الفلفل هذا مش يطيح له شهر من زمان ويرجع الفلفل للمر يرجع البطاطا تو هيك تشوف فيها بطاطا فصليه هذيك نزلت كي تحت تو جديده هذيك نتاع تونس نزلت كي تحت تو هذيك جماعتين اخرين تو ترخ كل شيء تو يرخ راهو عنده وقت يرخ فيه راهو قلت لي الفلفل نجيبوه والخضرة نجيبوها تقعد مطيشة غادي لين تخمش معناتها الناس مع الجي تاخو بالكيلو وزوز كيلو كيفاش تاخو بالقرن وزوز ليه ما عادش هكا نتاع كيلوات تو تو مارك نصر تل رتل هذاك هو يشري لك شراب ما عندهاش فلوس لعبت بشتش يا اخي كيلو فلفل ب 3000 فرنك بالله وهي مراه جايبه 5 6000 10000 لكث تاخذ بهم كيلو طماطم وكيلو بطاطا وتروح باش تاخذ طيل منه وطيل منه وتروح هذاك علاش نحن من السلعه ما تتبعناش خاطر ما ثماش شرايه الشرايه ما ثماش الشرايه باش مش يشري بالفلوس فلوس ما ثماش كان مين بالله فرص انا توا باش ناخذ من عندك نتاع صحيه نعجه كيفاش شنو تبيع لي معناها زوز قرون فلفل شويه طماطم شنو اللي تبعها يا العجه ما شويه طماطم وفلفل وكعبتين بطاطا وحويره ضم و100 غرام رقاز جت عجه مصلي على النبي تفطر بالشفاء تبيع لي انت الاحكار نتاع العجه برك بين الطماطم والبطاطا والفلفل قداش يتكلف 2000 فرنك مثلا 2000 فرنك اخي انت مش تاخذ برشا مش تاخذ سيفر تال فلفل تايل طماطم ورتايل بطاطا فهمت الله ومعاها 100 غرام فهمت الله مرقاس وتجيك 2000 فرنك 2500 3000 لكث تعمل عج او عج نتاع ثلاثة من الناس زوج من الناس اما عج نتاع كذا على الاقل تدفع 5000 تاع عائلة 5000 عجيجة عاقلين العجة هي تي بالله احسن ما ثم والله وانت توا في السوق بين الخضره والغله قلنا شنو الاسواق اللي ترى فيها تعجب ما تعجبش
ما نكذبش عليك غالية برش الحقيقة، مسكين الزوالي ربي سبحانه وتعالى درا كيفاش معايش وكاو، غالية غالية الدنيا ما نكذبش عليك غالي غالية برش. العبيد اليوم ما عادش تهبط بقفة تعبيها بالكيلو بطاطا كيلو طماطم 10,000 وال20,000 ما عادش تجيب حتى شيء حتى شيء حتى شيء، غالية الدنيا وإن شاء الله ربي يرحمنا وكاو. هذاك أنت هبطت حوس ولا تقفي؟ هبطت نقفي. شنو أخذيت؟ خذيت شوية مدالينة وخذيت شوية تفاح. شوية غالة قد تكلف؟ هذا هما تكلفوا لي 7,000 فرنك. شوية مدالينة وشوية؟ غال. شوف التفاح تكلفوا 7,000. وما زلت باش نزيد نقضي شوية واحد. شوية خضرة؟ لا خضرة لا، باش عندي خضرة في الدار بحولي. باش ناخذ شوية خبز واحد ونروح على روحك هاو. هذاك اللي نقدر عليه. الغلاء هذا نتاع الأسعار، الزويلي اللي ما عادش خالط على حتى شيء. شكون متسبب في هذا الكل؟ شكون السبب؟ هذا متسبب فيه الشعب ومتسبب فيه الحكومة. علاش؟ على خاطر الإنسان في تونس ما عادش عنده فالور، ما عادش عنده قيمة بالنسبة للحكومة، ما عادش عنده حتى قيمة. ماشي مخم عليه لا على دواء لا على، فهمتي؟ أنا نمشي للمستوصف باش ناخذ دواء عندي شهر ونص، أنا إنسان عندي القلب. شهر ونص ما عنديش دواء. إيه لكن أنا ما عنديش فلوس، منين باش نمشي؟ منين باش نشري أنا الدواء؟ فهمتني؟ منين باش ناخذ الدواء؟ ما عنديش فلوس.